الملك سلمان يهدد أبي أحمد، هكذا دعمت السعودية مصر والسودان قبل ضرب سد النهضة. تحركات ومواقف كثيرة أعلنت فيها المملكة العربية السعودية عن دعمها لجمهورية مصر العربية والسودان، وآخرها دعمها لحل أزمة سد النهضة الإثيوبية، مؤكدا أنها تقف بقوة مع الأمن العربي المائي. ومؤخرا تصاعدت وتيرة أزمة سد النهضة الإثيوبية بين الدول الثلاث، مصر والسودان من جانب وإثيوبيا من جانب آخر، عقب فشل مفاوضات الفرصة الأخيرة والتلويح باستخدام القوة العسكرية لضرب سد النهضة. وجميع البيانات والتحركات الصادرة عن المملكة السعودية والتي سوف نستعرضها خلال التقرير التالي تؤكد دعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز لمصر والسودان، في حين يعتبرها البعض أنها تهديد واضح لرئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد لعدم اتخاذ أي إجراء أحادي. الرسالة الأخيرة: قبل أيام قليلة وجهت المملكة العربية السعودية رسالة إلى مصر والسودان تتعلق بملف سد النهضة الإثيوبية، وذلك على خلفية انتهاء المباحثات الأخيرة حول سد النهضة في العاصمة الكونغولية كينشاسا دون إحراز أي تقدم. وأكدت المملكة على دعم ومساندة السعودية لجمهورية مصر العربية وجمهورية السودان ولأي مساع تسهم في إنهاء ملف سد النهضة وتراعي مصالح كل الأطراف. وأشارت إلى أهمية التوصل إلى اتفاق عادل وملزم وفق القوانين والمعايير الدولية المعمول بها في هذا الشأن، بما يحافظ على حقوق دول حوض النيل كافة في مياهها ويخدم مصالحها وشعوبها معا. مساعي لحل الأزمة: في مطلع مارس الماضي قال وزير الدولة للشؤون الإفريقية السعودية أحمد بن عبد العزيز القطان إن الرياض تسعى إلى إنهاء تلك الأزمة. وقال عبد العزيز قطان إن المملكة ستسعى لحل يضمن حقوق الدول الثلاث، مضيفا السعودية تقف بقوة مع الأمن العربي المائي. عقد قمة خاصة: في منتصف شهر فبراير الماضي أكد وزير الدولة للشؤون الإفريقية بالخارجية السعودية أحمد عبد العزيز قطان أن المملكة تقف بقوة مع الأمن المائي للدول العربية، معلنا سعيها لإنهاء ملف سد النهضة بالشكل الذي يضمن حقوق السودان ومصر وإثيوبيا. وكشف عبد العزيز قطان عن لقاءات سابقة بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز مع رئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد. وكشف وزير الدولة للشؤون الإفريقية بالخارجية السعودية إن المملكة العربية السعودية ستدعو لقمة خاصة في الوقت المناسب بمنظومة البحر الأحمر، امتدادا للميثاق الذي يضم 8 دول الذي وقع في 29 من أكتوبر الماضي بالمملكة العربية السعودية، والخاص بالمحافظة على أمن البحر الأحمر والذي سيعود بالنفع على هذه الدول. اتفاق مردٍ: وفي ديسمبر 2020 أعلن وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان عن دعم المملكة لموقف مصر والسودان بشأن مفاوضات سد النهضة، مؤكدا دعم المملكة لموقف مصر والسودان في مفاوضات سد النهضة وأهمية الحوار للوصول إلى اتفاق مرض وملزم لكل الأطراف. رفض الإجراءات الأحادية: وفي يونيو 2020 أكد مجلس الوزراء السعودي أن الأمن المائي لمصر والسودان هو جزء لا يتجزأ من الأمن العربي، مشددا على رفضه أي عمل أو إجراء يمس حقوق الأطراف كافة في مياه النيل، وضرورة استئناف المفاوضات بحسن نية للوصول إلى اتفاق عادل يراعي مصالح كل الأطراف. جاء ذلك خلال جلسته برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، تناول خلالها ما صدر عن مجلس وزراء الخارجية العرب في دورته غير العادية بشأن سد النهضة الإثيوبية، حول تشكيل لجنة لمتابعة تطورات ملف سد النهضة والتنسيق مع مجلس الأمن بالأمم المتحدة حول التطورات كافة. وبعدها بأيام طالب السفير السعودي لدى أديس أبابا سامي جميل عبد الله الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا بضرورة الوصول إلى اتفاق ملزم، محذرا من اتخاذ أي إجراءات أحادية تؤثر على المفاوضات.
وأكد الجانب السعودي دعمه لمساعي مصر نحو الوصول إلى اتفاق ملزم للأطراف كافة بشأن سد النهضة حفاظا على الأمن المائي المصري وتعزيزا لحفظ الأمن والسلم في القارة الإفريقية. أهمية التوصل لاتفاق عادل. وفي نهاية شهر مارس 2021 أكدت السعودية دعمها ومساندتها لمصر والسودان، مشددة على أن أمنهما المائي جزء لا يتجزأ من الأمن العربي. وجدد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان موقف بلاده الداعم لمصر في ملف سد النهضة الإثيوبي، وقال بن فرحان إن المملكة العربية السعودية تؤكد أهمية التوصل إلى اتفاق عادل وملزم بخصوص سد النهضة. سبب تدخل السعودية لحل الأزمة. يرى الخبير الدولي في الموارد المائية وأستاذ الدراسات الإفريقية بجامعة القاهرة عباس شراقي أن السعودية والإمارات من أكثر الدول الخليجية تأثيرا في منطقة القرن الإفريقي، لما لهما من استثمارات ومصالح هائلة في تلك المنطقة، مضيفا أنه كان متوقعا أن تتدخل الدولتان أو إحداهما على الأقل في مفاوضات سد النهضة الإثيوبي قبل وساطة الولايات المتحدة في 2019. وتابع شراقي أن السعودية لها علاقات طيبة للغاية مع إثيوبيا كذلك الإمارات، مشيرا إلى أن أبوظبي ضخت منذ عامين نحو 3 مليارات دولار في البنك المركزي الإثيوبي لتغذية الاحتياطي النقدي واستثمارات في مجالات مختلفة بإثيوبيا. وأضاف أنه حال دخول السعودية كوسيط في مفاوضات سد النهضة فربما نصل إلى نتيجة، فيما أكد أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة طارق فهمي أن أي وسيط سيدخل على خط الأزمة في الوقت الحالي لن يسعفه الوقت لممارسة أي دور وساطة حتى الإدارة الأمريكية. وأوضح أن السعودية لديها نفوذ قوي في إثيوبيا ولكنها لا تستطيع ممارسة ضغط على الجانب الإثيوبي، لافتا إلى أن الأطراف تسجل موقفا فقط قبل أيام من الملء الثاني.